الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة أصبحوا يصعدون وينزلون من الطائرة بطريقة أسهل بكثير من الماضي، لكن استخدام المراحيض لا يزال يشكل تحدياً، خاصة لأولئك الذين يستخدمون كراسي متحركة. شركة أيرباص A320 اقترحت حلاً، إذ يكفي تحويل مرحاضين إلى مرحاض واحد بفضل باب مرن يمكن مستخدمي الكراسي المتحركة من المرور بسهولة. السيد مارك ميلر مدير تسويق في شركة أيرباص يقدم لنا المزيد من التفاصيل. سأوضح لكم كيف يعمل هذا. لدينا هنا مرحاضان متجاوران، هذا هو المرحاض الأول، وهنا نجد المرحاض الثاني. تم فصلهما عن طريق هذا الباب الذي يمكن فتحه أو طيه، وعندما نفتح البابين نحصل على فضاء أوسع يوفر حرية وسهولة تنقل وحميمية أكبر بالنسبة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. شركة الطيران الأوروبية أيرباص تؤكد أن التغيير الحاصل في المقصورة الخلفية للطائرة لم يتم على حساب عدد المقاعد، بل على العكس تماماً، يمكن تثبيت 6 مقاعد إضافية في هذا الجزء من الطائرة. إلى حد الآن 3 شركات طيران تبنت فكرة المراحيض المصممة لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تستعد نحو 12 شركة طيران أخرى للقيام بذلك، ما يعني أن حوالي 500 طائرة ستوفر مستقبلاً هذه النوعية من المراحيض. لنتحول الآن إلى سلوفينيا ونتعرف على إيغور بيرن، وهو مهندس كهربائي دفعه ولعه بعلم الطيران إلى تصميم جهاز محاكاة الطيران انطلاقاً من قطع حقيقية لطائرة أيرباص 320 اشتراها من الخطوط الجوية القبرصية، وتمكن بفضلها من تصميم قمرة قيادة. منذ 10 سنوات صممت أول جهاز محاكاة الطيران، صممته من الخشب وكان حجمه مماثلاً لحجم طائرة أيرباص 320 حقيقية. بعد ذلك أتيحت لي الفرصة لشراء قطع طائرة حقيقية من مطار ليوبليانا. حضرت القطعة إلى هنا لتجميعها من جديد، وتطلب الأمر 2.5 عام من العمل للحصول على هذه النتيجة. 6 أجهزة حاسوب تقوم بتشغيل جهاز محاكاة الطيران هذا. قمرة القيادة هنا لا تختلف في شيء عن قمرة قيادة حقيقية. من الصعب حقاً التفريق بين رحلة افتراضية ورحلة حقيقية، فالرحلتان متشابهتان تماماً، حتى أنه يصعب علي أحياناً الخروج من قمرة القيادة للذهاب إلى المرحاض. تصميم جهاز محاكاة الطيران هذا كلف إيغور بيرن 10,000 يورو. المهندس يمكنه إذن محاكاة عملية التحليق كل يوم دون أن يتسبب في أي حوادث طيران تذكر.